عمير بن وهب. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه، وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، وما كان يلحق بأصحابه من الضرر. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة، فوجد صفوان بن أمية جالسة، فأقبل عليه وقال: عم صباحي يا سيد قريش. فقال صفوان: عم صباحي يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة، فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإذاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابهم العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه. فتنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته، وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع يقول بصوت خافت: وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب، ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي، فأنا أقضيها عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير من المسجد، ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه. أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا برحلته فأعدت. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلاته ونزل عنها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكران بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويستعدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويتذاكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية والخزلان. فالتفت عمر فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مزعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله، واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاءك متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه ثم قال: استأخر عنه. فتأخر عنه. ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال: ادنو يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام، وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فيك هذا الأسير الذي في أيديكم، فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبح الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما
ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال عليه السلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير لحظة، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم أرض فيقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي سقاني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعليم الإسلام ويترع فؤاده بنور القرآن ويحيى أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة ومن في مكة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على الأرض. أما عمير بن وهب فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني أذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوفى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى إن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور الله في قبره. العبرة: قصة عمير بن وهب بتقول لنا ما حدش يأس من حد. ممكن واحدة تشوفيها كده وتقولي دي مش ممكن أبدا تهتدي ولا تلبس حجاب، أو مش ممكن أبدا ده الشخص ده يخش في الإسلام ويكون هو من أهل الجنة وانت مش عارفة، لأن أهل الجنة مش بيبان عليهم في الأرض، بيبانوا كده ناس عادية، ممكن يبانوا على شكل كافر وحارب الإسلام، ممكن يبقوا في الأرض أحيانا فقراء وضعفاء أو ناس مهزومة أو ناس أقلية، فما بنبقاش عارفين إنهم دول أهل الجنة، إنما الذي يعلم مين هم أهل الجنة هو الله سبحانه وتعالى. فما تحتقريش حد لذنب بيعمله، نصبر على بعض يا جماعة في الدعوة، محدش عارف مين هيكون من أهل الجنة. واللي ممكن ناخده تاني من قصة سيدنا عمير بن وهب هو إنه كان بيعادي من يعادي دينه، يعني هو كان الأول على دين مكة ودين قريش وعبادة الأصنام، كان متحيز لها، بيحارب الصحابة على أساس إن هم دين مبتدع، على أساس إن هم على ضلال، فما كانش سلبي وهو كافر وهو لسه في الجاهلية. ولما دخل الإسلام برضو هو دخل بشخصيته وبطبيعته بطريقته، فقال: زي ما أنا أذيت المسلمين وزي ما أفسدت لازم أصلح اللي أنا عملته، وزي ما مكرت على المسلمين
همكر لهم. وده ناخده احنا كمان لينا، اني لما اعمل حاجة غلط اتبعها بالحسنة من نفس جنسها. يعني كنت مثلا فترة من فترات متبرجة ما مش لابسة حجاب، يبقى لما البس الحجاب بقى واعرف دين ربنا يبقى ادعو الى الحجاب. كنت مثلا بعيدة وبسمع أغاني وفي صحوبية للولاد وكده، وبعد كده ربنا بقى هداني، ها أعمل إيه؟ أدعو بقى في الحتة دي وأقول للبنات اللي كانوا في سني في الفترة دي، أقول لهم لا ما تعملوش كده، وأقول لهم إن ده كان غلط، أنهاهم بلطف كده وبأدب إن ده مرضيش ربنا. وزي ما في يوم من الأيام أفسدت، ولازم يجي يوم وأصلح. لا يكفي يا جماعة التوبة بس، لأ، عشان تتبدل سيئاتك حسنات لازم تكوني من المصلحين. سيدنا عمر بن وهب لم يتوقف عند محطة إن هو يعني يسلم أو يلتزم زي ما احنا بنقول، لأ، كمان كان داعية، حبه للدين خلاه عايز يوصله لكل الناس. طيب احنا بقى حالنا ايه؟ احنا زيهم برضو، احنا زي الصحابة، احنا بهم نقتدي. احنا كمان أول ما تتعلمي حاجة في الدين انشريها، أول ما تتعلمي حديث قوليه لمين؟ لأي حد تقابليه. سمعتي درس، سمعتي حديث، تعلمتي حاجة، لو حتى راكبة أتوبيس كلمي صاحب البنت اللي قاعدة جنبك وقولي لها الحديث ده، أو نازلة في الشارع فقابلت جارتك بتسلمي عليها احكي لها عن الحكم الفقهي اللي انت مكنتش عارفة وعرفتيه. كنت في الشغل قاعدة مع زمايلاتك كده في الشغل، يعني كلمة كده عن ربنا، انشري العلم، شور الدين. بلاش كل مجالسنا كلها انا صار رحت واشتريت وجبت وهعمل، بلاش ماشي يعني ده امر من امور الدنيا المباح، مفيش مشكله نتكلم فيه، انما لازم برضو يعني لدينك حق. والهدف من السلسله عن الكلام عن الصحابه هو ان بهم نقتدي، فاحنا عايزين نقتدي بيهم في حته الدعوه، ان احنا لا نتوقف ابدا، وزي ما افسدنا نصلح ونكون من المصلحين. والمصلحين ربنا سبحانه وتعالى بيزكيهم في القرآن كتير، وبيقول لهم ان هم دول الذين اراد. المصلح ده ليه مكانة كبيرة جدا عند ربنا يا جماعة على فكرة، فما تتخيلي يعني اذا وقع زلزال في مكان اللي هينجو هو المصلح، اذا نزل البلاء من السماء اللي هينجو هو المصلح، إذا انتشرت الأمراض في الأرض اللي هينجو من الأمراض هو المصلح. المصلح ليه مكانة كبيرة جدا، والمصلح غير الصالح. الصالح ده هو بيقيم دين الله في نفسه، إنما المصلح لا، هو اللي بينشر الصلاح بين الناس بالقول وطبعا وبالفعل، يعني مش هيقول كلام وهيعمل حاجة تانية، بس هو حاطط كده في دماغه كده إنه الغلط ما يسكتش عنه، شاف غلط وشاف حرام أو شاف حد بيتكلم غلط بيصلح، شاف مثلا علاقات بايظة ما بين الناس بيصلحها، شاف حد بيغلط بيقومه بينصحه. خليكي منهم دول، خليكي من أتباع الصحابة، سيبك من الدنيا دي خالص، وسيبك من اللي بيقولك خليكي في حالك وانت مالك وانت اللي هتصلح الكون، سيبك من اللي بتقولك هو يعني أنا اللي الكلمة دي اللي هتفرق، سيبك من اللي بيقولك هو انا اصلا اعرف حاجة عشان ابلغ. كل ده كلام فارغ يا جماعة، مش مطلوب منك تكوني من العلماء عشان تبلغي على فكرة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام اي حد من اصحابه كان بيستخدمه على طول، ما كانش بيقوله يعني لازم تكون فقيه وتتعلم لك كده وتاخد ماجستير ودكتوراه عشان خاطر تبتدي تتكلم عن دين ربنا، مجرد بس كده ما بيتعلم اساسيات دينه وبيتعلم القرآن وبيقرأ وبيتعلم ازاي يصلي وتعلم ازاي الواجبات والفرائض اللي في الاسلام، خلاص هو لوحده خلاص كده بيسيبه بقى وبيعتمد على نفسه وبينطلق ويبتدي هو اللي تعلمه ويبتدي ينشره. ف يا خلاص بقى هو جه الوقت دلوقتي ان احنا نقتدي بالصحابة، والا هنكون من ضمن الهالكين. العالم كله دلوقتي رايح في اقتراب علامات الساعة ابتدت تزيد جدا، ابتدى علماء الارصاد وكده يقولوا ان لا ده بيحصل تغيير في المناخ جامد جدا، بيحصل تغيير غير طبيعي في القشرة الارضية، يعني ربنا قال على الساعة انها اقتربت من 1400 سنة، فبارك احنا دلوقتي ايه، فخلاص احنا نعتبر كده على ايه، مشارف النهاية، ومشارف النهاية
مش بس يعني ان هو معناه ان يوم القيامة قرب، لا، معناه بقى ان احنا لازم نحذر لما يعني تكثر الزلازل وتكثر الابتلاءات وتكثر وتنتشر الامراض ويكثر القتل بالاعداد الجامدة دي كلها، معناه ان احنا نحذر. طيب نحذر نعمل ايه؟ نقرب من ربنا اكتر، نذكر ربنا كتير، نصلي كتير، ما نسيبش بعض. احنا كلنا في امتحان واحد وكلنا في سفينة واحدة، مش حد متقوليش على زميلتك انها بتعاند او بتكابر او هي مش ممكن تهتدي ابدا. والله كانت معايا زميلة لينا في الكلية، انا قلت عليها كده، كانت نصرانية وكنت بشوفها كده بتنفذ تعاليم النصرانية بإيه يعني، بحرفية يعني، تحسها ملتزمة يعني. فقلت والله يا فلانة كل الناس اسلمت، انت عمرك ما هتسلمي، انت ملتزمة يعني. سبحان الله، الحمد لله انا قلت كده اصلا. هي دخلت في الاسلام واتفاجئت بيها في اخر سنة في الكلية، لقيتها داخلة مسجد معايا ولابسة طرحة. فمحدش يأس من حد، ما حدش يقول ان فلانة عمرها ما تخش في التزام ولا عمره ده فلان ده هيسلم. لا، الاسلام هو دين ربنا سبحانه وتعالى، والله غالب على امري، وكده كده دين ربنا سبحانه وتعالى هيمكن له. فكوني بقى من جيش محمد وشد همتك وتوكلي على الله، وابدأي بنفسك ثم باللي حواليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.